السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيناكم فيديو جديد، حلقة جديدة كونسيرنو الهجرة. في اليوم غادي نهضروا على الهجرة إلى سويسرا، بالنسبة للناس اللي بغا تهاجر لسويسرا عن طريق العمل ولا عن طريق الهجرة. فكيوعدكم في هذه القناة ديما كنجيبوا الجديد، ديما كنجتهدوا وكنحاولوا أننا نديروا التحريات ديالنا ونديروا لي زونكيت ديالنا باش نجيبوا الجديد بما هو كسوا هجرة ولا فرص العمل. فاليوم غادي نهضروا على سويسرا. بعد ما درنا تحريات لقينا على انه كي كنقولوا كاينين طرق باش تهاجر لسويسرا عن طريق العمل، كسوا العمل الموسمي، بحال العمل الموسمي بحال داكشي اللي كيكون في الفلاحه، في الزراعه، في توسكي فريز، توسكي افوكا، توسكي كذا كذا كذا، وحتى عن طريق الصناعيين. فهناك فهم عندهم امس حاجه الصناعيين، كسوا سودو تريسيان اللي كيخدم في الالكتروميناجي، اللي كيخدم النجار، حداد، شوفور بوالور، شوفور دو تاكسي. بالنسبه للناس اللي هما عندهم ديبلوم جيستيون دونتربريز، اوديت، فينانس، ماركتينغ، جيستيون دونتربريز، دي ديفلوبور ويب، دي انجينيور ويب وما شابه ذلك. سواء عندك صناعه، حرفه، تجاره كتمارسها او لهذا، اي واحد يمكن له يدفع. هذا الشيء اللي تنهضروا عليه دابا هو الهجره عن طريق كي كنقولوا ان تجي لها فرصه، كسوا فرصه عمل، العمل الموسمي في سويسرا، او لا طريق قبول الهجره ديالك عن طريق ملف الهجره اللي هادشي راه تنديروه بور لو غون بوبليك، صافي ديال العموم، راه كنخليو الروابط اللازمه، كنخليو كلشي اللي بغى يدفع. هادشي لا علاقه له بطلبات فيزا تاشيره سياحه. فكي كتعرفوا حنا المكتب ديالنا تنخدموا على طالب فيزا سياحة، هذا موضوع آخر. فبالنسبة لموضوع فيزا سياحة، كي كتعرفوا المكتب ديالنا كيتكلف أوطونك مكتب ديال الكونسي جيستيون في إطار استشارة وتسيير، إطار استشارة وتسيير في إطار القانون بيان سور، بالنسبة للناس اللي باغيين يكومبليتيو لو دوسي ولا يديروا كومبليمون دو دوسي بالنسبة لدوموند دو فيزا توريست، صافي ديال تهيئ الملف بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا فيزا توريست. هذا نهضروا على هذا الموضوع وغادي نرجعوا للهجره لسويسرا. فبالنسبه للفيزا توريست كتعرفوا كاينين الناس دابا حنا مقبلين على فصل الصيف، وفصل الصيف كيكونوا بزاف ديال كيكون هذا القطاع كيولي حيوي، كيوليو الناس بزاف باغيين يسافروا سياحه او يهاجروا او كذا كذا. فكي كتعرفوا هناك الكثير من الناس يتعرضون مع الاسف الى رفض، كيدفعوا لو دوسي ديالهم للقنصليه باش يطلبوا فيزا وكيتعرضوا للرفض. شنو هي دوموند دو فيزا؟ هي هذا ياخذ هذا ما ياخذش، هذا ياخذ هذا ما ياخذش. علاش كيبازيو هما؟ هذيك خدمتنا حنا كنعرفوا علاش كيبازيو. كيبازيو على الكيتشارج ديالهم، على المعايير اللي كيطلبوا في لو دوسي. لا الدوسي ديالك ما كاملش غيديروا لك رفض. عندك ان سالير هابط بزاف 2000 3000 درهم 4000 في الشهر، 1500 درهم كتعرض للرفض دوموند دو فيزا. فحنا كنديروا تهيئ الملف، كنوجدوا لك لو دوسي قبل ما ندفعوا لك. مكتب استشارات وتسيير في اطار نعطيكم مثال. باغ اكزومبل كتمشي لوطو ايكول كتعلموك التسوق، كيعلموك التسوق، كيعلموك الكود، كيدفعوا لك الدوسي السيرفيس ديال ميلعاد، كيديوك المقابله، كتكون مهيئ نفسيا وكتعرف التسوق ومهيئ للاختبار، عاد كتمشي دوز الاختبار باش تاخذ البيرمي ديالك. كذلك هو مثال حنا قبل ما كتمشي للقنصليه حنا اللي كندفعوا لك الدوسي وكنديروا الكومبليمون دو دوسي. بحالاش هذا الكومبليمون دو دوسي؟ نعطيكم سبيل المثال شي واحد اللي هو كيشد واحد لو سالير اللي هو هابط بزاف 2000 3000 درهم في الشهر، ومع ذلك هو يمارس باغ اكزومبل تجاره ما، انه كيبيع ويشري باغ انترنيت. دابا ماشي ولا كيشري ويبيع باغ انترنيت ولا باغ واتساب ولا هذا، راه كتلقى بعض المرات عيالات كيبيعوا الشبكيه في الواتساب. دابا كلشي ولا كيبيع ويشري، كسوا التجاره الالكترونيه، كسوا التجاره مع العائليه، مع العائله كيبيع لهم دي برودوي داكشي. فهذا كيتعتبر قطاع غير مهيكل، كنعتبروه حنا في الاستراتيجي ديال الدوسي قطاع غير مهيكل. اش كنديروا له؟ هذا اللي كيمارس تجارات خفيفه قطاع غير مهيكل، كنصوبوا له بعدا بطاقه مقاول ذاتي حنا اون كولابوراسيون مع الفيدوسير اللي خدام معنا والكونطاب اللي خدام معنا، تنديروا له موفمون دو كونت. اول حاجه هي كنديكلاريو له العمل ديالو موفمون دو كونت، يولي الكونت بونكير ماروش. ثالث حاجه بيان سور من بعد ما كنقدوا له هذه الشهاده تنديروا له لا ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس، ان سالير الفي، كنطلعوا له لو سالير. من بعد ما كنديروا له لا ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس
تنقدوا له لو دوسي دو ريزيرفاسيون. كيسك سا دير لو دوسي دو ريزيرفاسيون؟ تا باغي تهاجر لاسبانيا ولا فرنسا ولا سويسرا عن طريق فيزا السياحه، شنو غتقول لهم؟ جيم لا سويس، جيم لا فرانس، ريفوزي. خصك تعطي لو بلانينغ شنو غتمشي دير تما. دونك حنا تنخدمو على لو دوسي، خدمتني هذيك بحالاش تنخدمو على لو دوسي، كنقدو لك لو دوسي دو ريزيرفاسيون دو ا ا زد. غادي تمشي كدير باغ اكزومبل شحال هاد الكز ديال الوقت 10 ايام، داك 10 ايام كامله كنقدو لك لي ريزيرفاسيون دوطيل، فين غتجلس؟ لوطيل النهار الاول، لوطيل النهار الثاني، المدن اللي غتزور في داك البلد، الفنادق اللي غتمشي ليها، لي ريستورون والمطاعم اللي غتمشي تاكل فيها، المتاحف اللي غتزور، كنديرو لك لي ريزيرفاسيون على داك المتحف اللي غتزور، كنديرو لك لي ريزيرفاسيون على واحد الفيستيفال ديال الموسيقى اللي غيكون في داك الوقيته في داك لابيريود، كناخدو لك لو تيكي ديجا ريزيرفي. دونك كنوجدو لك لي ريزيرفاسيون ديال الزيارات، كنقدو لك لي زاتيستاسيون نيسيسير، بلوس كنزيدو واحد الوثائق ديال المكتب ديالنا. حنا مابقاش ندير بهم في الفيديو لان هادشي داخل في السير المهني، لو سكري بروفيسيونيل ما نقدرش نهضر عليه في الفيديو. كنزيدو بعض الوثائق من عندنا حنا من المكتب كنديروها في الدوسي باش كنعززو الدوسي ديالك باش تاخد الفيزا ديالك. تخي بيان، اللي بغا يستافد كي كنقولو من هاد المبادرة هادي ولا من هاد كي كنقولو من هاد البريباراسيون دو دوسي تحقيق الملف ديال الفيزا، ما عليه الا يتصل بالارقام اللي كاينين في لو تيتخ وفي صندوق الوصف وفي البرومي كومونتير. تعليق رقم واحد كيكون ديالنا ايبانغلي، ايبانغلي هي طالع للفوق، كيكون طالع للفوق كتكليكي على اقراء المزيد ولا ليغ بلوس كيخرجوا لك ارقام الهواتف. فما عليك الا اتصل، لو سيرفيس تنحسبو 3000 درهم، 3000 درهم رمزيه، ماشي شي بها رمزيه، هي رمزيه. علاش؟ لان 3000 درهم كتعرفوا هناك بعض السماسره كيحسبوا لك غير الريزيرفاسيون ديال، ماشي ريزيرفاسيون، غير الموعد مع الكونسوليه كيحسبوا لك 1500 درهم، لان هناك تكات كثافه كثيره، هناك ضغط على المواعيد، ما كتلقاش الموعد، كيحسبوا لك السماسره ب 1500. حنا 3000 درهم فيها المواعيد، بريباراسيون دو دوسي، فيها الوثائق كنوجدوا لك الدوسي دو ا ا زد، اي واحد يقدر يستخدم، فيها لي ريزيرفاسيون على برا، فيها فيها كل شيء، وفيها حتى الطعن. شنو هو الطعن؟ الطعن هو اون كاد غوفي، لافضوا لك الملف ديالك، لافضوا لك الملف ديالك، ماشي تنقول لك سير الله يعاونك، لا، كنقول لك الطعن عبر المحامي ديالنا في الاسبان ولا في الالمان ولا فرنسا على حساب البلد اللي غادفع عليه. الطعن هو كتقول للقنصليه انت حنا الدوسي ديالنا واجد، كنتجاوبوا مع المعايير اللي كطلبوا، شنو هي الفيزا؟ هذا ياخذ هذا ما ياخذش. شكون هو اللي ما غياخذش؟ اللي ما غياخذش هو اللي الدوسي ديالو ما كاملش، لا يتجاوب الملف ديالو، لا يتجاوب مع المعايير اللي كيطلبوهم مع الكيت شارج. فحنا كنقولوا لذاك المحامي ديالنا اللي في فرنسا ولا اللي في اسبانيا، كنقولوا له سيدي، السيد هذا راه الملف ديالو يتجاوب 100% مع المعايير اللي كيطلبوا القنصليه البلد اللي غادي نزوروه، الملف واجد 100%، من حقنا ناخذوا الفيزا. دونك المحامي ديالنا تما كندير كيدير الطعن، وكتقدر تخرج لك اون كادر في من بعد 48 ساعه تخرج لك الفيزا بالطعن، والطعن ما كتخلص عليه والو، كيكون داخل في داك 3000 درهم. فالناس اللي كيفهموا في هذا الشيء، راه كاين ناس اللي كيمشيو عند ديزاجونس مع الاسف كيحسبوا لهم 7000 درهم، مليون، مليون ونص، وما كيخدموش لهم حتى الدوسي ديالكم اللي فوق، ديما الدوسي ما كامل، هما هما براسهم خص لي يقاد لهم الدوسي ديالهم. ف هذه خدمتنا حنا، كنعرفوا كيفاش نديروا هذا الشيء بثمن جد مناسب وبسيط، اي واحد يمكن له يستافد من هذا العرض بور لو كرون بوبليك، مالغري كسوا الحاله الاجتماعيه ديالك، ما عليك الا تصل وطلب موعد مع الطاقم اللي خدام معنا في المكتب، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى يسر الامور للجميع. فكي قلت لكم كسوا خدام في قطاع غير مهيكل، كسوا خدام في ان سونتر دابيل ولا في شي معمل، كتشد 2000 3000 درهم غتفعلوا لك الفيزا. فخدمتنا حنا هذيك كنكتب ديال الاستشاره والتسيير، اننا نقادوا لك لو دوسي ونشوفوا الدخله اللي غادي نقادوا لك الدوسي، راه بحال شي محامي اللي غادي تمشي عندك شي دعوه في المحكمه، وكتمشي عند محامي يتكلف لك بالدوسي، باش داك المحامي كيقاد لك الوثيقه من هنا وهذه من هنا، وكيدير الطعونات اللازمه والدخولات الدفعات اللازمه، وكيقاد لك الدوسي الدفعات والمقال، وكيصاوب لك المقال اللي غيدفع والتجاوب ومقال المضاد، كيجاوب داك الشيء عاد كيدفع للملتمس للمحكمه باش كيدافع عليك بجديه في المحكمه وتاخذ الحقوق ديالك. كذلك ومثال، حنا مكتب استشارات قانونيه وتسيير، اننا كنوجدوا لك الدوسي باش تدفع للقنصليه بوجهك حمر وما تعرضش لرفض. الحمد لله كاع الناس اللي دفعوا لنا لي دوسي ديالهم هذه 5 شهور 6 شهور خداو لي فيزا ديالهم، وكاينين الناس دابا دافعين لنا لي دوسي ديالهم، ولكن كثير من الناس دافعين لنا الدوسه ديالهم.
مازال ما وصلهمش المعيد لان سابخون 3 4 موا ما بين 3 شهور حتى 4 شهور عاد نوجدوا لك الدوسي لان كاين ديكلاراسيون في لا سي ان اس اس كاين موفمون دو كونت كاين شحال من حاجه كدير هادشي كياخذ 3 شهور حتى 4 شهور عاد كندفعوا لك طلب الفيزا دونك كاين الناس اللي دافعين دابا الدوسي مازال ما وصلهمش المعيد غيوصلهم في شهر 5 شهر 6 كل واحد لقاش غيوصلوا دونك كاين الناس اللي دافعين مازال ما وصلهمش للدوسي ديالهم غيوصلوا في شهر 5 و 6 و 7 وكاين الناس اللي دفعوا هذه 6 شهور خداو الفيزا ديالهم كيف حتى نتوما اللي مازال ما دفعش يمكن له يستافد من هذه العرض كسوا قطاع غير مهيكل باغ اكزومبل خدام عندك محل كاري ولا عندك شي صناعه وعندك ان بورتفوي كليون شي بورتفوي كليون عندك واحد واحد الزبائن كتخدم معاهم غير بار تليفون كيعيطوا ليك كدير لهم لونتروتيان في الدار كتصاوب لهم كدير لهم الصيانه ولا التريسير كتصاوب الضوء ولا كدير شي حاجه وعندك كي كنقول واحد الشعبيه واحد المكان وخدام في واحد البلاصه ولكن ما عندكش كي كنقولوا داك الشيء ديكلاري هذيك فين حنا كنديكلاري كمقاول داتي ديكلاراسيون دو سالير ديكلاراسيون دو سي ان اس اس ديكلاراسيون دو اي حاجه كتعلق بالوثائق اللازمه وكنزيدو حنا وثائق اخرى كنجوتيوها على الملف اللي ما نقدرش ندلي بها في الفيديو كساسوا خدام في ان سونتر دابيل كتشد 2000 3000 درهم كساسوا كتبيع وتشري غير باغ انترنيت كتمارس واحد المهنه كتبيع دي زارتيكل باغ انترنيت يمكن لك تدفع نصوبو لي بابي ديالك اي واحد يمكن له يستفد من هذا العرض هذا العرض اللي كنقولوا تهيئ الملف باش نعاود بالسم ديال انا ما تنكشيش على الفيزا ماشي تنشد الفيزا هذا انا ما تنعطيش الفيزا باش نتفسر على البلاد مزيان انا الدوسي ديالك كنوجدو ليك هكذا بلاص ما يكون هكذا كنوجدو لك هكا ان غون دوسي ان بون دوسي ان دوسي كي بروفيسيونيل عملي حيت انه هذاك اللي مسؤول على الفيز خصو نص نهار غير باش يقرا الدوسي ديالك خصو نص نهار باش يقرا دونك دو كاي تشارج اللي كانوا هما كيطلبوا 100% حنا كنصيفطوا داك الدوسي 1000% ما عندوش علاش يرفوزي ليك صافي الا ولا كان حدك فريمون ما عندك زهر ولا طحتي مع داك اللي مكلف الفيزا دار معمرتو بالليل ولا عنده مشاكل وطالع عليه الدم اللي جا كيدير لي رفوزي الله اعلم فهذا الرفوزي حنا كنديرو الطعن شنو الطعن عندنا محامي ديالنا في الدول اللي غادي دير ليها الهجرة طلب الفيزا كيدافع لك على الملف ديالك وكنديرو الطعن الا كان الملف بيان سور 100% واش دابا غادي تاخذها من بعد 48 ساعه نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يسر الجميع نطلبوا من الله عز وجل اي واحد تمنى الخير يلقاه هذا من جانب كي قلنا اي طلبات الفيزا مرحبا يا با دو بروبليم مالغري كو سوا الحالة الاجتماعية ديالك كو سوا لا سيتياسيون فينونسيير كو سوا لا سيتياسيون بروفيسيونيل مهما كانت الحالة العملية مهما كانت الحالة الاجتماعية ما عليك الا تتواصل مع الارقام الهاتف الموجودة في العنوان وفي البرومي كومونتير تعليق رقم واحد وسنتكلف بالملف هذا دون با نهضروا دابا على الموضوع ديالنا اللي هو سويسرا سويسرا دايرين كي كنقولوا دابا ما كنهضروش على لي فيزا طلبات الفيزا تنهضروا على الهجره اللي بغى يدفع الدوسي ديالو دون مانيير سبونطاني شنو هي دون مانيير سبونطاني بطريقه تلقائيه كاين لو سيت ديال الغوفرنمون ديال الحكومه السويسريه كاين لو سيت ديالهم ديال اداره الهجره كتدفع لهم الطلب ديالك بحال كتدفع القرعه ديال الميريكان باش نستر عليكم دفع طلب الهجره غادي نخلي للجميع في صندوق الوصف اللي بغى يدفع دابا غنفسر لكم شكون اللي هو صناعي دونك شويه غنمشي انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله العظيم سودور سباغ ميكانيسيان شيفو تريسيان حرفي صناعي كوافور عندك ديبلوم في الماناجمنت في التسيير عندك لوديت جيستيون دونتربريز ماركتينغ عندك ديفلوبر ويب انجينير ويب تكنيسيان سبيسياليزي شيفور بلومبي حرفي صناعي عندك شهادة الخبرة تخدم عند المقاول اللي كتخدم معاه ولا اللي تخدم معاه كدلي بها للناس لان عندك خبرة في مجال ما بغيتي تمشي تخدم في العقود الموسمية شنو هي العقود الموسمية هما الفلاحة داكشي ديال الفريز لافوكا وداكشي كتمشي تاخذ كتدفع الطلب ديالك لا وافقوا لك عليه دير بطريقة تلقائية سبونطاني لا وافقوا لك على الطلب ديالك كتمشي كتخدم معاهم
في الفريز وفي الفلاحة وداك الشيء، وان باراليل لك انت شي واحد قافز باش باش تحول الملف من موسمي لدائم، انك تقلب على عمل، انك تتزوج وتصاوب الوراق، انك تقلب على شركة اللي توظفك بعقدين عمل دائم سي دي كونطرا دو كونطرا دوري انديتيرميني وتصاوب ورقتك. هذه الا مشيتي عن طريق العقود الموسميه غنخلي لكم فين تدفعوا الطلبات في اللي كنقولوا في صندوق الوصف في لو بروميير كومونتير. فاي واحد يدفع، ولا بالنسبه للناس اللي باغي يمشي تريسيان ولا نجار ولا بلومبيي ولا حداد ولا صباغ ولا انسي دو سويت، غادي خصك شهاده الخبره. لا طلبوا منك شهاده الخبره، وغالبا يطلبوها منك تكون شهاده الخبره تكون كي كنقولوا ليغاليزي، مترجمه عند محلف، ترجمه عند محلف، ما تمشيش عند اي ترجمان، ما تمشيش عند السيبر يترجمها لك بجوجل ترادكسيون ويعطيك ويخرج لك شي كلمات غلطه ويخرج لك على الدوسي ديالك. سير عند محلف ترجمان، محلف ترادكتور، محلف يدير لك الكاشي ديالو على انه محلف باش تكون ذو وثيقه عندها مصداقيه، تكون لا كريديبيليتي المصداقيه في الوثيقه عند محلف. كذلك ومثال غيطلبوا منك شهاده ديال طبيه تثبت بانك بصحه جيده، تاخذها من عند طبيب محلف، ما تاخذهاش من عند اي طبيب، سير عند طبيب محلف يدير لك الكاشي على انه محلف باش تعطي الوثيقه مصداقيه اكثر. كذلك ومثال الوثيقه لكانت لازم انها تكون مترجمه، ترجمها عند ترجمان محلف. تاكد من البريد الالكتروني اللي غادي تدفع منه الوثائق انه البريد الالكتروني صحيح وكتدخل له يوميا. اللي كيقلب على خدمه واللي باغي حاجه ولا كيدفع الدفوعات ديالو خص يكون عنده الميل في التليفون، ديما التليفون تكون عندك فيه لادريس ميل والبريد الالكتروني، تدخل سور بلاك يوميا تشوف الجديد. سورتو الا كانوا عندك مراسلات مع شركات اولا كتدفع له سي في اولا كتدفع الهجره باش تشوف الجديد، واش تجاوبوا معاك، واش طلبوا منك توضيح، واش صيفطوا لك شي كونفوكاسيون. ماشي دير شي بريد الكتروني قديم ما بقيتيش خدام به وانت دايره في لو سي في، وداك السي في اصلا حتى هو قديم ما اكتواليزيش، ما معاودش من الاول، ما اكتواليزي يعني موديفي فوالا، انك تشوف داك لو سي في واش اكتواليزي، واش داير فيه كي كنقولوا البريد الالكتروني جديد، ما تخدمش في البريد الالكتروني قديم وتضيع منك الفرصه. تاكد كذلك ومثال من رقم الهاتف هو صحيح، ما ديرش شي رقم هاتف ديالو وانت في شي سي في كنتي خدام به هذه عامين، يتصلوا بك يلقاوك انجوانيابل، لا تجيب لا يجيب، وتضيع منك الفرصه. كاين الكثير من الناس تضيعوا منهم الفرص على انه يضيعون ارقام هاتف غير صحيحه وبريد الكتروني غير صحيح. تاكد من رقم الهاتف هو صحيح، البريد الالكتروني صحيح وشغال، عاد دفع الدوسي ديالك. نتمنوا من الله عز وجل يوفق الجميع. بارطاجيو هذا الفيديو هذا، هناك الكثير من الناس في امس حاجه الشغل، هناك الكثير من الناس في امس حاجه الهجره، هناك الكثير من الناس تضررت بجائحه كوفيد، عاونوهم يوصلوا لهذا الفيديو، وزعوه على نطاق واسع. كيف تبغي الخير للناس بغيه لراسك، تنتجيب لك الله اللي بارطاجي معك شي واحد شي مره شي فيديو تلقى منه الفائده. لا عندكم بعض الاسئله خليهم لنا في الكومونتير في التعليقات نجاوبكم عليها. خليت لكم الراحه الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله، الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.